على فين يا منى يا حبيبتي، انت خارجه ولا ايه؟ ايوه يا عمر، انا بصراحه قررت ان انا اخرج اسال على السلحفه الجيران بتوعنا، يمكن يكون حد شافها او اخدها من ولادهم. انت عارف ان عندهم ولاد صغيرين زي طمطم كده. اه فكره كويسه جدا جدا، بس يا رب تجيب نتيجه. كل ده عشان البنت، هي لسه زعلانه؟ ايوه فعلا يا عمر، زعلانه قوي. حتى يوم ما جبت لها الشوكولاته وكده وجبت لها توته كمان تلعب معاها مفيش فايده. فهشوف كده، يمكن ربنا يوفقني واعرف الاقيها، بس لو ما لقيتهاش اكيد اكيد لازم نفكر في حاجه تانية عشان تلهي البنت دي. ان شاء الله هتلاقيها، ربنا معاكي. منى يا منى. ايوه يا عمر، في حاجه ولا ايه؟ انت رايحه فين يا حبيبتي؟ مش هتاخدي طنطم معاكي ولا ايه؟ لا لا يا عمر بلاش، انا مش عاوزه اعلق البنت معايا علشان لو ما لقيتهاش ما تتعلقش بيها اكتر وتزعل وتفتكر تاني وتقعد تعيط بقى. خلاص خلاص يا منى، روحي انت يا حبيبتي وانا هقعد معاها لحد ما ترجعي. ماشي يا حبيبي، باي باي. ايوه ايوه جايه. اهلا اهلا اهلا، ايه النور ده يا مدام منى؟ اهلا بيكي اهلا بيكي يا مدام سهام، انت عامله ايه واخبار النونه بتاعتنا ايه؟ بخير والله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انت وحشاني جدا، مقصره معاكي ومش بزورك، بس والله غصب عني. انا عارفه ان انت مشغوله مع نونو، ربنا يكون في عونك، بس كنت جايه عشان اسالك على حاجه مهمه قوي. اتفضلي. طبعا يا حبيبتي. السلحفه بتاعت طمطم ضاعت واحنا مش لاقيينها، فقلت اعدي عليكم يمكن يكون حد من البنات شافها. يا خبر، مش عارفة والله، بس انا ما شفتهاش خالص. استني انده لهنا وجانا كده شوف. يا هنا يا جانا، تعالوا يا بنات عايزاكو. ايوه يا ماما. اهلا بيكو يا بنات، ازيك يا هنا؟ ازيك انت كمان يا جانا؟ الحمد لله كويسين. ازاي طمطم، عاملة ايه يا وتوتة؟ كويسين يا حبيبتي، بيسلموا عليكو قوي. كنت عاوزة اسألكو على حاجة مهمة. اتفضلي يا طنط، هتسألينا عن ايه؟ السلحفة بتاعت طمطم ضاعت يا بنات، محدش فيكو شافها؟ لا يا خبر، معقول ضاعت؟ استني بس يا جنى، استني اديني فرصة اتكلم. اتفضلي يا هنا اتفضلي. طب وطمطم عاملة ايه دلوقتي يا طمطم منى؟ اكيد زمانتها زعلانة قوي. فعلا فعلا يا حبيبتي، هي اكيد زعلانة جدا. قولولي بقى، شفتوها ولا لا؟ لا بالعكس، احنا ما شفناهاش خالص. ولا انا يا طنط منى، انا ما شفتهاش خالص من يوم السبوع ويمكن كمان من قبلها. متشكره قوي يا بنات، بس اوعديني ان انتوا لو شفتوها تيجي تبلغوني على طول. اكيد طبعا يا طنط منى اكيد. يا بنات لو اخدتوا بالكم ان انتوا لقيتوا السلحفه دي في اي مكان او شفتوها مع اي حد لازم تبلغوه على طول انها بتاعت طنطم. ايوه طبعا يا ماما. ان شاء الله تلاقيها يا مدام منى، سكان الكومباوند هنا كلهم ناس كويسين قوي. مرسي لكم قوي حبايبي، تقدروا تدخلوا تلعبوا دلوقتي وتكملوا لعبكم، انا همشي بقى، مش عاوزين مني اي حاجه. متشكره قوي قوي يا مدام منى، ان شاء الله تلاقيها يا حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. ادخلي انت علشان النونه بتاعتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي يا فندم اتفضلي. اقدر اقوم باي خدمة لحضرتك؟ انا متشكرة جدا جدا، بس كنت عاوزة اسأل حضرتك على السلحفة بتاعت بنتي طمطم. انا ساكنة هنا جنبكم، بيتي رقم 16. السلحفة بتاعتها للأسف طلعت من الجنينة من غير ما ناخد بالنا، فقلت يمكن يكون حد من اولاد حضرتك شافها او حاجة. السلحفة. طيب اتفضلي يا فندم اتفضلي حضرتك اتفضلي. لا لا مش هقدر اتفضل والله بجد، ميرسي جدا. لا لا ابدا، لازم تتفضلي تشربي حاجه معايا، هي السلحفه فعلا عندنا. بجد بجد عندكم؟ متصوريش قد ايه انا مبسوطه وفرحانه جدا، بس الاول لازم تتفضلي تشربي حاجه معايا. متشكره ليكي قوي حبيبتي، متشكره جدا. اتفضلي اتفضلي يا فندم اتفضلي. مرسي مرسي جدا جدا، انا بصراحه يعني محروقه جدا من حضرتك واسفه جدا ان انا ازعجتك في وقت زي ده. لا لا ابدا مفيش اي حاجه، اتفضلي بس نقعد نتكلم. احنا فعلا فعلا يعني ما كناش نعرف ابدا السلحفه بتاعت بنت حضرتك، بس الاولاد شافوها فعلا في الجنينه اللي قدامنا وجابوها وجم على البيت،
وانا طبعا وديتها للدكتور البيطري علشان اطمن عليها واعرف اذا كانت ملوثه او عندها اي مشكله او تعبانه او كده علشان اسيبهم يلعبوا بيها. ده طبعا بعد ما اتحايلوا عليا ساعه، بس فعلا لو كنت اعرف ان هي بتاعتكم كنت جبتها على طول وجيت لك على البيت. اعذريني بقى. لا لا ابدا، بالعكس انا مبسوطه جدا ان انت اهتمتي بيها قوي كده واديتيها كمان للدكتور. هي بنتي كانت بتلعب الحقيقه بيها في الجنينه وبعدت عن البيت، وطبعا طمطم علشان صغيره وكده فما قدرتش تعرف هي راحت فين بالظبط وما قدرتش تلحقها. ربنا يخليها لك يا حبيبتي، ربنا يخليها لك. ثواني هندهلك الولاد علشان تاخدي منهم السلحفه بنفسك. يا فارس، مازن يا فارس. ايوه يا ماما. تعالى يا حبيبي علشان تجيب السلحفه بتاعتك لماما طمطم. اتضح ان السلحفه يا حبايبي بتاعت بنت هنا جارتنا اسمها طمطم وبتدور عليها. معقول؟ لا لا يا ماما ما تقوليش كده، انا حبيت السلحفه قوي مش هقدر اسيبها. لا يا حبيبي مش هينفع ابدا يا فارس، لازم نودي السلحفه لاصحابها، وانا يا حبيبي هبقى اجيب لك سلحفه تانية. ارجوكي ارجوكي يا ماما مش هقدر مش هقدر. خلاص بقى يا فارس ما تزعلنيش منك، روح على طول انت ومازن وهاتوا السلحفه من الاوضه. خلاص بقى يا فارس خلينا نروح نجيبها لماما علشان ما تزعلش مننا. مش قادر يا مازن، مش قادر افرط فيها، دي خلاص اتعودت عليها وتعودت عليا. يعني انت عاجبك ماما تزعل مننا وما تجيب لناش البلاي ستيشن اللي وعدتنا بيه؟ لا خلاص طالما فيها بلاي ستيشن اروح اجيب السلحفة. يلا يلا اتفضلي يا ماما. لولي يا ولاد، ما تعرفوش انا اتبسطت قد ايه دلوقتي لما شفت لولي معاكم، واكيد طمطم هتتبسط بيها قوي. اتفضلي يا طنط. هو حضرتك مامة طمطم؟ ايوه يا حبيبي انا مامة طمطم، وانتوا تقدروا تيجوا تلعبوا بالسلحفه كمان مع طمطم في الجنينه بتاعتنا، احنا جنبكم على طول. انا افتكرت حضرتك، مش حضرتك اللي اديت لنا السبوع؟ السبوع؟ انتوا كنتوا في سبوع حلا بنت سهام جارتنا؟ مش عارف هي بنت مين يا طنط، بس كان نونو صغير. ايوه ايوه هي حلا فعلا، يبقى انتوا اكيد شفتوا طمطم هناك وتعرفوها كويس. هي البنوتة اللي كانت عاملة كحكة مش كده؟ ايوة يا حبيبي هي دي، هي صاحبة السحلفة. انتوا بقى تقدروا تيجوا تلعبوا معاها في اي وقت، استأذنوا من ماما وتقولي. ايه رأيك يا مدام ليلى؟ طبعا طبعا دي حاجة تبسطني جدا، انا مش ممكن امنعهم طبعا عن زيارتك يا مدام منى، وفرصة سعيدة جدا اني اتعرفت على حضرتك. انا اسعد يا حبيبتي انا اسعد. هستأذن انا بقى يا مدام ليلى، متشكرة ليكي قوي واهتمامك بلولي، دي ما تعرفيش قد ايه طمطم هتفرح لما تشوفها. على ايه حبيبتي مفيش اي حاجه، وان شاء الله ما تقطعيش الزيارات عننا وتيجي تزورينا بعد كده بقى، احنا بقينا اصحاب. ان شاء الله اكيد اكيد عن اذنك. اتفضلي. قولوا لي يا ولاد انتوا قبل ما تاخدوا السلحفه دي استاذنتوا من اصحابها، وازاي اخدتوها كده ومشيتوا من غير ما تقولوا؟ ماما بصراحه فارس هو اللي اخدها. بصراحة يا ماما أنا اللي أخدتها فعلا، بس أنا قلت يعني إنها مش بتاعة حد لأنها كانت لوحدها. يعني هي فارس فعلا كانت لوحدها؟ والله يا ماما كانت لوحدها وما كانتش حتى في جنينة. أصل أهم حاجة إن إحنا ما ناخدش يا فارس حاجة مش بتاعتنا. أنا عارف عارف يا ماما والله، وأنا ما أخدتش حاجة والله، بس هي كانت لوحدها وكانتش في بيت أي حد. ماشي يا حبيبي وانا مصدقاك. يلا بقى تقدروا دلوقتي تروحوا تلعبوا زي ما انتوا عاوزين. ماشي يا ماما متشكر. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا فالح؟ هنلعب بايه؟ السلحفه خلاص مشيت. ايه رايك نلعب كوره؟ والله يا مازن ما انا عارف. يلا بينا يلا يلا نروح نلعب كوره وخلاص امرنا لله. ايوه ايوه يا ماما. يلا يا طمطم افتحي بسرعه. رأيك بقى يا طمطم في المفاجأة دي؟ لقيتيها فين يا ماما؟ يا حبيبتي يا لولي، حبيبتي يا لولي، حبيبتي يا لولي، دورت عليكي في كل حتة يا لولي. يا طمطم يا ريتني كنت لولي. أنا بحبها قوي يا ماما. والبوز ده كله بلولي معقول؟ حبيبتي يا لولي. يا سلام يا سلام على الرومانسية. طبعا طبعا يا ماما دي حبيبتي يا ماما، حبيبتي وحشتيني قوي، كنت فين يا وحشة وسبتيني؟ الحمد لله يا ستي اهي رجعت لك. الحمد لله يا ماما، كل
كل اصحابي هيفرحوا معايا قوي ان انا لقيت لولي. ايوه طبعا. هي كانت فين يا ماما؟ كانت عند الجيران اللي جنبنا. اخس عليك يا لولي، تسيبيني وتروحي عند الجيران؟ هما بياكلوكي وانا لا. يلا بس يا طنطم هاتيها وتعالي، انا تعبت قوي. يلا يا ماما، يلا يا لولي يا روح قلبي. يا سلام، لعبتنا النهاردة يا أصحابي. أتمنى أن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكم خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.